الخيرات على كل مستمعات لالا مولاتي فين ما كنتوا من داخل وخارج المغرب. كنتمنى انكم تكونوا على خير دائما ومنسين برفقتنا وكتستافدوا من خلال برامجنا المتنوعه على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. نتم في الاستماع لبرنامج لالا مولاتي مع فقرات متنوعه كلها افاده. فاليوم في شيوات لالا مولاتي غادي نتواصلوا مع عائشه السعيدي ونتعرفوا جميع على الاقتراحات المميزه اللي غادي توجد لنا، وكذلك غادي نتعرفوا على شكون المستمعه المحظوظه اليوم معنا في المسابقة اليومية لكل شهر غادي تربحوا فيها يعني طاقم ديال الذهب. كذلك المسابقة الثانية ديال الشهيوات اللي المشاركات ديالكم في الرقم ديال الواتساب بالشهيوات بالمنتوجات اللي ذكرنا، يعني كضمن لكم انكم يوميا مستمعة كتختار الوصفة ديالها اللي قدمتها لنا في الواتساب باش تقدمها لكل المستمعات ويستفدوا منها من جهة، ومن جهة اخرى فاكيد على انه المسابقة مازالت مستمرة. رايك في انكم تبعتوا على عنوان ميد راديو وتربحوا ان شاء الله مضمه ديال الذهب كل شهر في موعد ثابت ككل يوم ثلاثاء مع خبيره الشعر والتجميل حريه شويه. غادي نعرفوا معها اليوم الجفاف ديال البشره، هذيك النشوفيه ديال البشره اللي كتكون بالتحديد فصل الشتاء. غادي نتعرفوا شنو هي الاسباب التجميليه ديالها، كيفاش تكون طرق الوقايه، ودائما كنركزوا على اقنعه ماسكات شربات مواد طبيعيه اللي هما حاضرين في كل ثلاجه في كل كوزينه اللي ممكن انكم تستافدوا منها وما يبقاش عندكم هذا المشكل ديال الجفاف البشره. يمكن لكم تواصلوا معنا ومع خبيره الشعر والتجميل حريه شويه ابتداء من 11 ل 12 على 05 22 88 00 60 61 62. نتوقفوا مع فاصل غنائي وخليكم دائما اوفياء لالا مولاتي ما تمشيو فين. جد الترحاب والتحية الصباحية لكل المستمعين الأوفياء وخاصة اللي عاد التحقوا بنا اللحظة، وغادي نمشيو مباشرة للشيوات لالا مولاتي مع عائشة السعيدي. صباح الخير عائشة. صباح الخير سهلة، كيفاش لاباس عليك؟ صبحتي كلشي مزيان؟ الله يبارك فيك. والدين يا ربي يا ربي آمين الجميع إن شاء الله. جميع المستمعات تبارك الله. مرحبا. الطاقم ديال المدرسة. الله يخليك، شكرا لك بزاف، صباحك مبروك عائشة. الله يطول لنا عمرك وصباحكم إن شاء الله مبروك. وواحد التهنئة إذا كان ممكن. أييه. كان نهني نبيل تيساوي بحفل الزفاف ديالو إن شاء الله اليوم السبت. إن شاء الله. الحاجة توليا الدكاكي ورهينة تيساوي على الزفاف ديال خوها نبيل تيساوي. تحياتنا لهم والله يكمل عليهم بالخير ان شاء الله والله يدوز كل شيء على خير. وليدات المسلمين يا ربي امين، الله يفرح الجميع ان شاء الله. امين يا رب العالمين يا ربي امين. ان شاء الله سنه غنعطيك واحد الكيك ديال زوين كيجي زوين بكونفي بالحمض. اييه تفضلي. واخا عندنا ثلاثه البيضات، عندنا كاس لارو زيت، عندنا كاس كريم فريش، كاس لارو حامض، كاس وربع سنيده، جوج خمارات، معلقة قشور الحامض محكوكين، وجوج كيسان ديال الطحين. مفهومين المقادير؟ نعاودهم. واخا إذا سمحتي. أييه إن شاء الله. عندنا ثلاثة البيضات، عندنا كاس لارو الزيت، كاس ديال الكريم فريش، كاس لارو الحامض معصور، كاس وربع سنيدة، جوج خمارات، عندنا معلقة قشور الحامض، إذا كانوا خضرين كان أحسن، ما كانش يكونوا الصفرين، جوج كيسان ديال الطحين. صافي كنخدموا البيض وكنخدموه مزيان وكنزيدوا عليه ديك السنيده وديما مع التراب، وكنزيدوا كريم فريش اللي عندنا والحامض، وحنا كنتبعوا السوائل عاد كنديروا الطحين مغربل مع الخمارات هما الاخرين. صافي كنهنوا المول كنهنوا المول وكيكون عندنا واحد معلقه ديال السكر كلاص كندردروه من الفوق كندخلوها للطيب. اييه ملي كطيب وكتخرج كنكونوا موجدين واحد جوج حامضات معصورين، معلقه ديال النشا، واحد بيض بيضه. اييه وشو السكر حسب الذوق ديال كل سيده. صافي كنحطهم فوق البوطه وحنا كنحركوا حتى كيعقد لينا وكنسقيو به ديك الكيك ديالنا. اييه الله يعطيك الصحه. وكنديروا اللي بغا دير لوزي فيلي ديروا، السيده لها الاختيار اللي عجبها غادي ديروا ان شاء الله. اييه انا نعطيك واحد الميني كيك دابا تبارك الله كاين داك الطون موجود في الاسواق ديال الحاف فيهم زوينين. واخا عندنا ثلاثه البيضات، كاس ما بين الزبده ما بين زيت الروميه وزيت البلديه، واحد ياغورت مسوس، شويه الملح حسب الذوق، شويه البزار، خماره، معلقه الخل، وكاس ونص ديال الطحين، و100 غرام ديال الفرماج حمر. واخا ومن المقادير. اييه وواحد الحك ديال الطون يكون في حار، كيجيو زوينين هادو مع ديك الحروره ديال داك الطون حار كيجيو زوينين. صافي كنضربو تاني البيض مع السوائل
وكنزيدو نخليو الطحين هو الاخر والخماره. ملي كنديرو الطحين عاد كان ملي كنصبو ملي كنطحنو شي كله في الخلاط كنصبو في شي زلافه عاد كندخلو في داك الطون شويه بشويه بالمعلقه خشبيه وكنعمرو دوك الحفيرات ديال السيليكون وكندخلو في الفران. ملي كيطيبو راه كنعاودو نحكو عليهم شي الفرماج غير ملي كيكونوا سخان راه كيصاوب عليهم داك الفرماج كيذوب راسو فعلا. اييه كنقدموهم بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. عندي واحد رولي بالباط فيتي والكفته تا هو كيجي زوين والعشاء ولا حتى الغدا يقدر يكون فيه. صافي كناخذ لالا 500 غرام ديال لاباط فيتي تبارك الله لاباط فيتي راه موجوده. عندنا جوج بصلات مشلدين رقاق ومشحرين بالملح والبزار وشويه ديال طريز تاع الثومه واحد الحفنه الزيتون كحل مغسول مقطع وواحد 100 غرام ديال الكاشير محكوك و100 غرام ديال الفرماج محكوك. ايه واحد المعلقه الزيت البلديه باش ندهنوا لاباط من الداخل. صافي كنشدوا لاباط كنسرحوها مزيان كندهنوها بداك الزويته اللي عندنا. السيده الا بغات دير طحن كاع داك الزيتون طحنوا بشويه الزيتون راه كيطحن هذيك عندها تقوى ولا هذا وكدهن كتسرحوا كله على ديك لاباط وكتحكوا داك الفرماج وكتحكوا داك الكفته راه كتكون تبله الو ايه كسمعوك كتكون ديك الكفته مشحره حتى هي كنرشوها كلها مع ديك البصيله وكنزيدو ديك داك الفرماج حتى هو المحكوك وكنروليو داك الرولو وكنحطو حتى يبرد مزيان شويه عاد كنقطعو دوائر وكنسدو في الطاوه كندخلو الفرن يطيب. ايه كيجي زوين ما تشبع زعما كيجي زوين. يعطيك الصحة تبارك الله عليك فعلا. الله يبارك فيك. عندي واحد الغريبة بالكوفيتير المشمش كيجي زوينة. ايه عندنا كاس لا روب زيت كاس لا روب سكر واحد ياغورت فاني صغير واحد بيضة وصفر بيضة واحد 125 غرام ديال الزبدة واحد الخمارة ديال 7 غرام والطحين حسب اللي دخلت ليك. ايه صافي كنجمعو السيدة تبارك الله كلهم كيعرفو كيفاش يجمعو ديك الغريبة. ملي كنجمعوها كنديروها كويرات كندوزو ناخذو كنديرو كويرات بحال كنديرو غريبة وكنبسطها غير شوية بيدينا واللي عندها ديك القطعة ديال البطاطا كديرها اللي ما عندهاش كترش معاها بالموز كترش بحال كارو. ايه كتدخلها للفرن ملي كطيب كنخرجوها كندهنوا كل شيء الجوانب ديالها بالكونفيتير وكندوزوها بحال شي رويضه هكا فوق الكونفيتير وكنعاودوا نرشوا عليها كل الكوك من الجناب كتجي كلها مرشوشه بحال شي عشيش كتجي مشرطه من الوسط وكتجي فيها هذوك كتجي فيها هذوك الكوك من الجناب كتجي زوينه. ايه داك نزيدك شي حاجه واخا ضيفي لنا اقتراح اخير يعطيك الصحه. حرشه حرشه هي كتجي زوينه. ايه عندنا كاس الليمون معصور عندنا كاس سنيدة كاس ديال الزيت واحد الياغورت مانغ ولا ليمون اللي لقيت هي مانغ يا ليمون يا اللي موجود واحد خيزو محكوك واحد شوية الحبينة الكركاع واحد الخمارة واحد الفاني وبيضة وجوج كيسان تاع السميدة وكاس ديال الفوص وجوج معاق ديال الكوك. صافي راه تبارك الله السيدات راه كيعرفو كيفاش يجمعو في إناء كنديرو الطحين وكنبسسوه مزيان بالزيت وكنزيدو عليه داك الليمون والخمارات وداك هذاك الياغورت مع ديك البيضة وكلشي كنجمعوه وصافي كنخليو العجينة مرخوفة ما تكونش دايرة ما تكون شوية مرخية شوية. صافي كنديرو دوك الكويرات ديالنا اللي بغات تزا نعاودو ندوزوهم من السميدة وتنحطو في الطاوة ديالنا حتى كنكملو المقادير كلها هي اللي عندنا كندخلو للفران ملي كطيب كتجي هشيشة وزوينة وبالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. شكرا لك بزاف عائشة سعيدي مشكور على كل هذه الاقتراحات المتنوعة. صحكم ان شاء الله يكون مبروك باذن الله. يا ربي امين. الله يبارك تبارك الله عليك عائشة ونتمنى المستمعات يكونوا كلهم في الاستماع ويسجلوا معنا كل هذه الاقتراحات اقتراحات اللي هي مميزة وفي متناول جميع السيدات يعني ممكن بسهولة على انهم يحضروها ويستفدوا منها. نبغي نقول كل المستمعات يعني لمولاتي على اساس انه الحلقات كيف تكلمنا البارح اللي كنتو كتسولوا عليها فبالنسبه للحلقه ديال البارح يعني راه اللي دازت معنا فيها المستمعه انتصار ام ريم واللي الاقتراحات ديالها لقاو استحسان ديال السيدات فراه كاينه دابا يعني نزلناها كحلقه مسجله اوديو يعني ممكن انكم ترجعوا ليها تسمعوا ليها غادي تعقلوا فقط. انا اللي غادي نبغي منكم هو انكم تعقلوا يوميا ان شاء الله على التواريخ يعني اليوم اش شحال في الشهر باش اي حلقه دازت معنا والمستمعه اللي فيها مباشره صيفطوا ليا
غير يعني التواريخ، ومره مره حنا كنزلو قلنا بشكل يومي غادي نزلو هاد الحلقات، فراه دابا كاين الحلقه ديال البارح يعني 15 كان في الشهر 15 10 ديال انتصار ام ريم، كذلك نزلت الحلقه ديال نزهه من طنطان، ديال نزهه من طنطان 25 يعني في شهر 9 في سبتمبر نزهه من طنطان، فيمكن لكم انكم ترجعوا، راه هي دازت معنا في 25 في شهر 9، راه يمكن لكم ترجعوا وتدخلوا. وكاين حلقات ديال شهر 10 كيف قلنا ديال نهار 3 ونهار 4 و6 و8 ودابا ديال 15 ديال البارح، فداكشي علاش عقلوا غير على التاريخ شنو كان شحال كان في الشهر، وديك الساعه ان شاء الله راه الحلقات غادي تلقاوهم كيف قلنا دخلوا موقع لالا بلوس با ام ا، يعني غير في انترنت الا درتو غي 3W ديرو غي لالا بلوس نقطة ام ا وغادي توركو عليه، غادي يخرج لكم الموقع الرسمي ديالنا مكتوبة فيه لالا بلوس، ديك الساعة راه غادي تقلبوا الا بغيتو تشوفوا شهيوات فيديو مصورين من القنوات ديال المستمعات، راه في حداك لالا بلوس كاينه واحد الطنجره صغيره وحدها حداك لالا بلوس، الا وركتو عليها راه كاين تبارك الله ارشيف ديال الحويجات الشهيوات اللي هما مصورين فيديو اللي هما مكتوبين بالمقادير والطريقه. الا زدتو غير شويه في نفس الخط غتلقاو حلقات لالا مولاتي، توركوا عليها غدوزوا مباشره غتلقاو الحلقات، وحنا غادي ان شاء الله مازال غنزيدوا المزيد من الحلقات يعني بشكل يومي يكونوا الحلقات. كذلك في كيف قلت الى هزيتوا عينكم غير واحد شويه غتلقاو اف يعني فيسبوك، راه معروف غادي توركوا على فيسبوك، غادي يخرجكم الفيسبوك ديال لالا مولاتي اللي كنزلوا فيه كذلك الشهيوات اللي تيبغي غير المقادير والطريقه، فكل اقتراحات ديالنا تما مكتوبين فيهم المقادير والطريقه، وهذاك يمكن لكم انكم تواصلوا معنا فين ما بغيتوا، سواء في الرقم الواتساب دابا اللي كنشاركوا به في المسابقات، سواء في كيف قلت في الموقع الرسمي ديال لالا بلوس الا وركتوا على جيت اف فين كاين فيسبوك راه غيديكم مباشره الفيسبوك الرسمي ديالي اللي فيه يعني كنزلوا فيه الوصفات والاقتراحات، وتما يمكن لكم انكم كي لي كومونتير التعليقات خليو التعليقات ديالكم نشوفوا شنو مازال ناقص نزيدو في البرنامج، نشوفوا شنو هما الطلبات ديالكم شنو هما الاقتراحات ديالكم بالنسبه للناس اللي ربما ما تحش لهم فرصه انهم يتواصلوا معنا من خلال الراديو ويعني يقدموا يعني بصوتهم الاقتراحات ديالهم ولا الطلبات ديالهم، يمكن لكم كذلك حتى تنزلوا المشاركات ديالكم مرحبا بها. دابا غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي مستمعينا وغادي نرجعوا اكيد باش نتعرفوا على شكون المستمعه المحظوظه للفوز معنا اليوم في المسابقه. اذا غادي نمشيو مباشره عند المستمعه المحظوظه اللي ربحت معنا اليوم منتوجات دامتي وايديال متنوعين اللي ممكن انه تزيد تبين الحداقه ديالها بهم، فمبروك على المستمع مع سناء العزي اللي ربحت معنا اليوم، شاركت بجوج ديال الاقتراحات رغيفات معمرين مالحين وكذلك طاجين ديال اللحم، وغادي نتعرفوا على المقادير والطريقه ديال هاد الشهيوات باش يكون عندكم فرصه انكم تستافدوا من هاد الاقتراحات، ومبروك على سناء العز بالمشاركه ديالك والربح ديالك في المسابقه. بصحة المضمة واتاتك غزالة كتحمق جاتني هدية وهذه هي الهدية وإلا فلا هدي هدية من دامتي وإيديال إيوا واشنو المناسبة؟ إيديال ودامتي كتحتفل بعيد ميلاد 60 سنة راه مئات الهدايا ومضمة ديال الذهب كل شهر وكيفاش ندير حتى أنا؟ ياك كتستعملي إيديال ودامتي ما عليك غير تجمعي جوج أغليفات إيديال وجوج أغليفات دامتي إما تبعتيهم على العنوان ميد غاديو فضاء 55 سرقتوني طابق الخامس الدار البيضاء أو تسلميهم البقى المعتمد هي نجمع اربعات الاغلفه ايوا راه مضمه ديال الذهب. اذا معنا سناء العز. الو سناء. الو السلام. لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يخليك. مبروك عليك الفوز معنا اليوم منتوجات مهدات من دامتي وايديال، وتبارك الله عليك على الشيوات اللي وجدتي يعني من خلال رقم الواتساب واللي يعني عجبونا بزاف وبغيناك انك تقاسميهم مع المستمعات ان شاء الله. شاركتي بطاجين ديال اللحم وشاركتي كذلك برغيفات مالحين معمرين. واخا فعطينا المقادير والطريقه وتبارك الله عليك سناء. ربي يخليك. الله يبارك. باش غادي نبداو؟ نبداو بالطاجين. يلا توكلي على الله. كناخذوا اللحم. ايه اللحم كنرقدوه كنديروا فيه شويه سكينجبير شويه ديال خرقوم عرق الابزار المروزيه ثومه شويه قزبر ومعدنوس. الو شويه قزبر ومعدنوس شويه ديال الزيت ودويمه ديال الزعفران ديال دامتي واخا
كنرقدوا الحيمات ديالنا وكنزيدوا فيهم شويه ديال الماء، زيدوا شويه الماء ربع كاس ولا كاس ديال الماء اييه فوق البوطه، وكنخليوه كيشرب ديك العطريه مع داك الماء والزيت وديك العطريه كامله اييه، وكنضيفوا عليه البصله مشلضه تكون رقيقه. بصله مشلضه واخا تكون رقيقه، وكنخليو داك الشيء كيتشحر مزيان وعلى بوطه مهيله العافيه مهيله اييه فعلا تبع على خاطرو صافي. وكنسدو نديرو شويه ديال الزبيب حتى هو مغسول مزيان كنضيفوه كنسدو على الكوكوط ديالنا وكنخليو كيطيب غير بالمهل باش كيجي داك الشيء مزيان فعلا اييه ملي كيطيب كنحلو الكوكوط وكنشعلو البوطه غير شويه العافيه غير شويه، وكنبقاو نحركو في دوك الحيمات في داك لاصوص اللي كيبقى اييه كنبقاو نحركو فيهم حتى كيتحمر داك اللحم كيتحمر وديك البصيله كتذوب يعني كيتحمر غير فهاديك الدغميره فديك المريقه غير فهاديك الدغميره غير البوطه بشويه هكداك اييه وكيبقى داك الشيء كيتحمر وديك البصيله كتذوب اييه صافي. في التقديم راه الناس راه العيالات تبارك الله كاع كيعرفوا التقديم على مع الفريت اييه حيت الوليدات عندي كيحماقوا على الفريت بصح فعلا اييه. وكيف قلتي ملي تكون هكا اييه ملي تكون هكا الحباب ممكن انه نزيدوا بزاف الامور يعني البيض بلدي مسلوق اللوز اييه حاجه ماشي الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. خصو يتبع على خاطره باش يجي جديد الا كانت لا الا كان طابع على خاطره كيجي بنين ماشي فعلا والاقتراح الثاني هما رغيفات انا حيت بانت لي فيهم الزيتون يعني سديتيها بزيتونه فغتكون مالحه حشوه مالحه اللي درتي مالح اييه العجينه 500 غرام ديال الدقيق اييه 250 غرام ديال القمح اييه فرباجه شويه ديال الملحه معلقه كبيره ديال الخل اييه معلقه صغيره خماره معلقه صغيره خميره ديال الدار معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال الماء سخون وكيتعجن اييه بالطريقه العاديه الطريقه العاديه كيتعجن كنخليوه يترخف واحد شويه وكنديروا الرغيفات بحال غنديروا مسمن اييه وكنخليوه يترخف في الحشوه كناخذوا البصله اييه والفلفله خيزو قرعه خضراء حتى هي محكوكه اييه الكفته ولا انا درت الدجاج دار ديال الدجاج اللي بغى اللي متوفر عندك فعلا اييه البزار تحميرة كمون اييه شويه الملحه والزيت صافي كيتخلط داك الشيء حتى كيطيب ديك الحشوه وكنضيفوا الشعريه الصينيه اييه كنخليو الحشوه تبرد وكنقرصوا العجينه ديالنا بحال غنديروا مسمنه اييه كنديروا الرغيفه وكنخليوها ترتاح واحد شويه من بعد ما ديك كترتاح كناخذوا معلقه من ديك الحشوه اييه في ديك العجينه ديك الرغيفه اي كنبسطها غير واحد شويه ماشي بزاف كنديروا وسط هذيك العجينه وكنجمعوا القناعات هي بحال شي ظرف اييه كنسبقوا وكنسدوها بزيتونه كتجي بحال شي جوا بحال هكاك فعلا. انا بالنسبه لي انا كنفضل الزبده ما كنبغيش البيض كندير الزبده كندهنها بالزبده وكندخل الفران كدهنها غير بزبده مذوبه كدهني بشيتا الوجه ديال الزبده والزيت واخا كيدهن وكيدخل الفران ولكن راه كتجي زوينه اييه الله يعطيك الصحة ومناسب الكوتي هكا مع الوليدات يعني جو مدرسة ولادي البارح واو ايوا الحمد لله تبارك الله عليك بصحتهم وتبارك الله عليك سناء العز مشكورة جدا على المشاركة ديالك وتبارك الله عليك ربحتي معنا منتوجات متنوعة ما بين دامتي وإيديال باش تزيدي تبيني الحداقة ديالك وتفيدي كل المستمعات. نتمنى تكون وصلتكم الفكرة ديال هاد جوج هوات اللي هو طاجين ديال اللحم وكذلك هاد الرغيفات معمرين بالخضرة والدجاج واللي هما مناسبين هكا الكوتي في العشيه. فما تنساوش حتى نتوما مستمعينا شاركوا ضعفوا الحظوظ ديالكم يوميا المشاركات ديالكم اللي كتبعثوا لنا في الرقم ديال الواتساب يعني شهيوات تواصلوا معنا
بعثوا بهاد الاقتراحات ديالكم يعني مصورين، فغادي نعاود لكم الطريقه على اساس انه في الرقم ديال الواتساب حاولوا انكم تصيفطوا لنا الشهيوات اللي نتوما يعني نتوما يوميا تبارك الله عليكم كتوجدوا شهيوات لوليداتكم الاسره ديالكم، فحاولوا انكم ان شاء الله هذوك الاقتراحات اللي نتوما كتوجدوهم حاولوا انكم تصوروهم لنا. يعني شنو غادي تصوروا؟ بحال دابا مثلا هاد المستمعه سناء العز يعني بعثت بالصوره مثلا ديال 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 دوك الرغايف اللي هي وجدات يعني اللي هما مثلا بعثت لنا بالصوره اللي مازال ما طايبينش، الصوره اللي هما طايبين دوك الرغيفات في اللاطه، ونزلت قدامهم المنتوجات اللي حنا كنتكلموا عليهم سواء استعملتوا ايديال او لو استعملتوا المنتوجات ديال دامتي على حسب الشيوه واش مالحه ولا حلوه، يعني فين خدمتوا هذوك الاغلفه دوك المنتوجات. فغادي تنزلوا الصوره في هذيك الشيوه في هذيك الوصفه وفيها هذاك المنتوج هذاك الغلاف بلا ما تصيفطوا المقادير والطريقه، لانه مباشره من اللي غادي نختاروا المستمعه اللي غادي تشارك معنا فهاتفيا غادي تعطي المقادير والطريقه مضبوطين وهكذا باش المستمعات من خلال الراديو انهم يستافدوا من هذه الاقتراحات اللي غادي نختاروا فيها يوميا مستمعه. فين غتصيفطوا هذا الشيء؟ غادي تصيفطوه في الرقم ديال الواتساب واللي هو 06 50 87 70 55، رقم الواتساب اللي غادي تصيفطوا لنا فيه يعني كل المسابقات اللي كتشاركوا فيها على 06 50 87 70 55. والاهم حاجه هو انه مضمه ديال الذهب في انتظار كل الحادقات المغربيات ان شاء الله المستمعات والمتتبعات ديال برنامج جلا مولاتي. والطريقه سهله، يعني هذوك الاغلفه اللي نتوما استعملتوا دامتي ولا ايديال ما ترميوهمش، هذوك الاغلفه زوج ديال ايديال وجوج الاغلفه ديال دامتي، هذوك جوج المنتوجات في جوج، وغادي ديروهم في جوا في البرا، غادي ديروهم في جوا بطريقه العاديه، وغادي تصيفطوهم لينا على العنوان ديال ميد غاديو. العنوان ديال ميد غاديو راه يوميا كيدوز العنوان، غادي تسمعوا يعني العنوان من خلال ميد غاديو. العنوان كنقولوا تقريبا بشكل يومي واللي هو اذاعه ميد غاديو، تكتبوا في العنوان اذاعه ميد غاديو فضاء الزرقطوني 55 الطابق الخامس الدار البيضاء، اذاعه ميد غاديو فضاء الزرقطوني 55 الطابق الخامس الدار البيضاء. هذا هو العنوان اللي غادي تصيفطوا فيه اربعه ديال الاغلفه، جوج ايديال وجوج دامتي، وصيفطوهم لينا وان شاء الله يعني في كل شهر غادي تكون مستمعه محدوده الفوز بمضمه ديال الذهب كل شهر. وقد ما اكيد ضعفتوا الحظوظ ديالكم بما انكم كتخدموا بهذه المنتوجات، حاولوا دائما انكم العنوان عندكم صيفطوا وعاودوا صيفطوا باش يكون عندكم واحد الحظ كبير على انه البرا اللي تهزات تكون ديالكم. فنتمنى انه كل المستمعات يشاركوا وتربحوا مضمه ديال الذهب كل شهر. وتحيه وحظ سعيد لجميع مستمعات لالا مولاتي. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعه ومعنا خبيره الشعر والتجميل حوريه شويخ. اهلا بك حوريه. صباح النور سناء. لاباس عليك؟ على خير الحمد لله. تحيه ليك ولطاقم برنامج وكل المستمعين والمستمعات ديال ميد غاديو داخل الوطن وخارج الوطن. مرحبا. دائما في مواضيع تجميليه كتفيد كل السيدات، اليوم غادي نتكلموا على جفاف البشره، يعني ديك النشوفيه ديال البشره واللي يعني كتقلق يعني بزاف ديال السيدات، لانه ديك النشوفيه ما كيتبتش لهم المكياج، كتجيهم الحكه، كيجيهم احمرار، كيخرج لهم قشره يعني في البشره ديالهم وغيرهم المشاكل اللي كتكون وراء هاد النشوفيه اولا هاد الجفاف ديال البشره، وخاصه كتظهر في الوقيته ديال يعني فصل الخريف والشتاء. فنبغيو نعرفوا اولا شنو هي الاسباب تجميلية. اكيد لانه كاين اسباب اللي هي طبيه يعني مهمه اللي خاص الواحد يرد لها البال، فكاين اسباب كذلك حتى تجميليه اللي كتعطي هذا المشكل ديال النشوفيه، يعني سوء استخدامنا لبعض الكريمات لبعض المنتوجات وغيره من الامور. بالفعل سناء تساؤلات كثيره جاتني في هذا الموضوع، وخاصه دابا حنا مقبلين على فصل الشتاء وغالبا الناس كيعانوا من جفاف البشره، وهذا الجفاف كيكون ناتج اولا وقبل كل شيء ان شرب الماء والتغذيه، لان كل فصل كيختلف الفصل للفصل، وكل فصل عنده التغذيه ديالو، وكل فصل خصنا نتعاملوا معاه بالطريقه اللي خصنا تكون صحيحه. بالنسبه لجفاف البشره، حنا كنعرفوا جفاف البشره ملي كيكون عندنا، نتاكدوا اولا من 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 الجفاف واش عندنا غير في واحد المكان معين ولا في الجسم ديالنا كله، لان الا كان الجفاف غادي يكون عندنا في الشعر، غادي يكون عندنا حتى في الجسم الداخل، وخاصه ملي كنخرجوا من الحمام ونغسلوا كنحسوا بالحكه في الجسم ديالنا، هنا كتكون ناتجه على النشوفيه وجفاف البشره. حنا كنعرفوا الجسم ديالنا كيخدم بخلايا، وداك الخلايا وغدد، والغدد اللي هي الغدد الدهنيه، الغدد الدهنيه ملي كيوقع فيها افراط ولا كيوقع فيها يعني الانقباض، ملي كنقول الانقباض ان كيكون ضعف ما كاينش الماء،
ما كاينش الزيوت اللي كنخصنا ناخذوها، يعني اللي هي الاوميغا 3، وخاصه دابا في هذا الفصل هذا غالبا الناس ما كيشربوش الماء، وهذا ناتج كيكون مثلا ما كيجيهمش العطش فعلا، ولا كاين بعض الوجبات كياخذوها وتقدر تعطينا حتى هي كنحسوا بالشبع. هو الواحد خصو يشرب على طول النهار ما يتسناش حتى يجيه، يعني الجسم ديالو يعطي اشاره انه راه فيه العطش. الا عطى الجسم ديالنا اشاره راه كيكون ديجا خلل في الجسم، في واحد العضو في الجسم ديالنا، لان الماء نديرو قرعه المحدانه ونحاولوا نديروا الماء يكون دافي، ودائما نسموه باش يعطينا الرغبه باش نشربوه، يعني نسموه باعشاب الورد البلدي، النعناع، بمعدنوس، باي حاجه عندنا، قشور التفاح، قشور البنان، نطيبوا هذا، نطيبوا واحد يطرو الماء ولا يطرو نص ديال الماء في النهار ولا حتى جوج يطرو، وكنلوحوا نغسلوا هذا القشور ديال الفواكه ولا العشبه اللي عندنا، غير نبقاو مقتصرين الاعشاب اللي هي متداوله ومعروفه اللي كندخلوها في التوابل ديالنا واللي كتكون عندنا، يعني كنستعملوها بشكل يومي معروفه. ملي كناخذوا ديك الماء في المساء كنبقاو ندورو نخدموا الشغل ديالنا ونديروا واحد الكاس ديال الماء كنشربوه، المهم كنحاولوا نكملوا داك جوج لتر ديال الماء خلال اليوم كله. بالنسبه دابا حنا مقبلين على فصل الشتاء ان شاء الله، وغالبا الناس غادي يستعملوا المدفئات، المدفئه هي العدوه اللدوده ديال جفاف البشره، كتزيد في جفاف البشره وكتعطينا اعراض اللي هي الحكه ومصحوبه بحمرار. وهنا واحد الخطا اللي كيرتكبوه السيدات والفتيات انهم كيلتجؤوا لبعض المرطبات اللي كيديروها في الليل كمرطب يعني مصنع وكتبات به حتى الصباح، لان احنا البشره ديالنا الا كان عندنا يعني سوء التغذيه والماء ما عندناش ولا عندنا واحد المرض معين كنعالجوا عليه، كتكون واحد النسبه ديال الدهون كاينه، غير حنا كنحاولوا نزيدوا نثبتوا داك الدهون، كنحاولوا ناخذوا الفواكه الجافه، كناخذوا الخضار، كناخذوا اسماك، باش الجسم كياخذ الكافي من الدهون الغذائي وفي نفس الوقت حاجياته كيلبي الرغبه ديالو باش كيخدم بالطريقه الصحيحه. ملي كنديروا حنا داك كنمشي للصيدليه ولا المكان اللي كتبع فيه يعني مواد التجميل، كتاخذ واحد الكريمه على اساس انها ترطب البشره ديالها، كتقول تبات بها حتى الصباح، حنا كنعرفوا بان الدهون ديالنا راه خصها تبقى واحد النسبه على البشره ديالنا اللي هي كتخلي دائما الرطوبه والليونه. ملي كناخذوا واحد المكون اللي هو مصنع وكنحطوه على البشره ديالنا، هنا كيوقع الامتصاص داك الدهون اللي هي كاينه اللي هي كتكون صحيحه، لان ملي كنبقاو نستعملوا يوميا هاد الكريمات وفي الصباح كنغسلوا بالصابون، هنا حنا كنزيدوا ونساهموا في الجفاف البشره. لذا سيداتي كننصحك ان هذا الفصل كثر من الماء، لان احاولي تاخذي الحوت، لان الحوت كيعطي واحد الرغبه في العطش. كاين هنا جدودنا كانوا كيديروا القديد في هذا الفصل هذا، لان القديد ملي كناخذوه كنحسوا بالعطش، يعني كنبقاو نشربوا بلا ما نحسوا. هنا باش تعرف بان كل فصل عنده واحد النوع ديال التغذيه ديالو باش نقدروا نسيروا ذاك الفصل. بالنسبه للمرطبات حنا كنعرفوا كاين الزبده بلديه احسن حاجه للترطيب، زبده بلديه، زيوت طبيعيه اللي هي زيت البلديه، زيت ارغان، زيت اللوز، ولكن هاد الزيوت نعرفوا المصدر ديالها منين، ملي حتى الا بيتنا على الوجه ديالنا بدون تخوف ما نخافوا ما والو، يعني ندلكوا ويكون عندنا محلول اللي هو من قشور التفاح، قشور البرتقال، نتجنبوا القشور الحامض، نديروا قشور البرتقال، قشور التفاح، قشور البنان، يعني واحد الكميه، ونديروا في واحد القرعه ديال الزاج، نضيفوا عليهم كاس ديال الماء طايب، ونزيدوا معلقه ديال زيت اللوز ولا زيت ارغان ولا زيت البلديه معلقه كبار، هذا واحد المحلول نبقاو نرشوا به الوجه ديالنا كل ليله ونخليوه ينشف ما نمسحوش، يعني نرشوا ونخليوه نعسوا هكاك، انا كمرطب وحتى الخلايا اللي كتجدد بطريقه صحيحه، وكتاخذ الكافي من الدهون وكتاخذ الكافي من الالياف وكتاخذ الكافي من الفيتامينات. وهنا كنحاولوا هنا شنو كنديروا في هذه الحاله هذه، ملي كندير نبيتوا هذا المحلول على البشره ديالنا كنساعدوها في التقشير، يعني الخلايا الميته كتحيد وكتجدد بطريقه صحيحه عكس ما كنبيتوا عليها شي مكون مصنع. فعلا يعني اكيد على انه كي قلتي ديك النشوفيه او الجفاف ديال البشره خاصنا نعالجو كل ما هو يعني صحي عرضي عندنا، وفي نفس الوقت نلتزموا ببعض النصائح اللي هي مهمه جدا واللي كتنقص من هذاك الجفاف من هذيك النشوفيه، واللي اهم دابا كيف قلتي هذاك استعمالنا والخاطئ لاكليم داك المكيفات ديال الهواء، وان كان كلمتي مولفها ولكن خاصنا على الاقل عرفوا كيفاش نستعملوها. ودوك التغيرات الهوائيه ما بين السخون والبارد فحتى هي كتعطي ماشي غير مشاكل تجميليه وانما حتى مشاكل على مستوى يعني
التنفس على مستوى يعني كتولي امراض ديال الشتاء، يعني الزكام وغيره والبرد وغيره من الامراض اللي ممكن اننا نتفاداوها او نخفوا منها او نقصوا منها قدر الامكان. وحنا كمواصلين دائما بالنسبه لهاد النشوفيه او كيفاش المستمعات، لانه كاين اللي كتجيه الجفاف والنشوفيه ديال البشره مصاحبه بحكه وحمرار، وكاين اللي كتجيب ديك القشره اللي كتكون يعني حتى في البشره ديالو كتكون قشره. هذا المشكل ديال ملي كتكون يعني القشره، ملي كتكون الجفاف مصحوب القشره، راه يعني وصل البشره ديالنا وصلت الحده ديال الجفاف، وهنا كنحتاطوا كل الاحتياط، ما نبقاوش نقشروا وما نديرش مكون مصنع، دائما نحاولوا نستشروا طبيب ديال الجلد، لان ملي كنمشيو عند الاختصاصي ديال الجلد كيعبر لنا الغدد اللي كتكون عندها دور في النشوفيه ديال البشره، لان احنا عندنا غدد دهنيه، وداك الغدد الدهنيه خصنا نحافظوا عليها. باش كنحافظوا عليها بالتغذيه، اهم حاجه هي التغذيه، شرب الماء، الرياضه، ودائما الكريمات يكونوا طبيعيين، من الاحسن يكون عندنا هذه المشاكل هذه، لان ملي كيكون عندنا واحد المشكل ما على البشره ديالنا سواء الدهنيه ولا الجافه، دائما كتكون واحد استشاره طبيه، وما نتعاملوش مع البشره ديالنا بالعشوائيه، يعني شنو اي حاجه كترطب خديناها من واحد المكان معين ودرناها على البشره ديالنا وخرجنا للشمس، لان حنا كنعرفوا كاين مكونات اللي مجرد ما كنخرجوا بها الشمس كيوقع واحد التفاعل خطير على البشره ديالنا، يقدر يزيدنا بالحده ديال الجفاف ويعطينا احمرار، وداك داك القشور ديال البشره كتولي تشققات وتقدر يقتضى الحال تولي كزيمة على البشره، لان هنا دائما اي مشكل وقع لك على البشره ديالك حاول سيداتي تهدئي اعصابك واستشري الطبيب، حتى الا كان الطبيب بعيد عليك سكين الصيدليه استشري معهم وكتاخذي كريمات اللي هما في على حساب المناسبين للبشره ديالك. صحيح. بالنسبه للمدفاة كما قلت الاخت سناء، حنا خصنا نتعودوا الجسم ديالنا، الله سبحانه وتعالى خلق الصيف وعطانا الصيف وعطانا الربيع وعطانا يعني كل فصل كيكون عنده واحد الدور فعال على الجسم ديالنا، وخاصه الناس اللي كيعانيوا من السمنه، لان حنا ملي كتكون السيده بعض المرات كنلقاوها غليظه في مثال، غليظه زيد عندها زياده في الوزن، وكنلاقيوها في مثال في الزنقه كنلقاو البشره ديالها صفراء واخا هي غليظه، كنلقاو واحد يعني نحيف والحموريه على البشره. هنا ان شاء الله من بعد غادي نشرحوا هذا المشكل، كتكون الدهون عندنا في الجسم ديالنا اللي بالنسبه للناس اللي كيعانوا من السمنه، ان كاين هنا اشاره انك عندك دهون يعني سامه عندك في بعض الاعضاء في الجسم ديالك اللي ما كتخليش الدهون يعني الصحيحه اللي خصها تكون عندها واحد دور فعال على الصحه ديالنا. ملي كنقول الدهون الزائده، ان سيدتي ملي كتلجئ للحميه خصها تكون حميه صحيحه، ماشي ان نقطع الفطور والغداء والعشاء، وخاصه دابا غالبا الناس في هذا الفصل اما كتكون عندها واحد الشهيه في الماكله كتاكل بلا ما تحس، ولا كتقول لك انا ما نتغداش وما نفطرش باش نحاول نقص من الوزن ديالي. يا سيدتي الا خديتي الوجبات ديالك الطبيعيه وخديتي الفطور ديالك باتاي من الاعشاب والخبز ديال الدار والزيت البلديه والعسل والفواكه الجافه مطحونه، كنحيي وجبات بطريقه صحيه صحيحه. في الغداء كناخذوا خضر كنشربوا الماء بكثره، هنا كنساعدوا الجسم ديالنا باش ينقص بواحد الطريقه صحيحه. علاش؟ لان حنا ملي كناخذوا هذه المكونات هذه كتدخل الجسم ديالنا بحال واحد نقولوا حنا بحال كديري ماء قاطع في واحد القادوس باش كيسرب داك الشوائب اللي كتكون مسدود بها القادوس. بالنسبه للجسم ديالنا حنا ملي كناخذوا داك الالياف كناخذوا الفيتامينات، وخاصه ملي كناخذوا الفيتامين دي كناخذوا الفيتامين او، شنو ملي كيدخلوا للجسم ديالنا شنو كيديروا؟ كيدوروا الدوره الدمويه بواحد الطريقه صحيحه ويعني ومنتظمه، وداك الشوائب اللي كتكون في الدم يعني ملي كتكون الدوره الدمويه ثقيله داك الدهون المتراسبه اللي كتكون في بعض الانسجه في الجسم ديالنا كتسرح بطريقه صحيحه، وهنا كتقضي على داك الدهون الزائده والسامه اللي كتعطينا اضرار على الصحه ديالنا. الا خدينا في المثال في هذا الفصل هذا ناخذ حساءات واللي كتساعد بواحد الشكل كبير في اذابه الدهون، الا خدينا غير الدنجال، خدينا اللفت، خدينا الكرومب، اللوبيا الخضراء، يعني خدينا هاد الخضر هذه ودرناها كشربات يعني يمكننا نفطروا بها ونتغداو بها ونتعشاو بها، والاضافات اللي كنديروا لها شنو الاضافات؟ كنديروا ازير، القزبر حبوب، وكنديروا شويه ديال المليحه، واذا كانت الملحه من الاحسن تفاداوها نديروا شوي غير طبقه ديال الملحه ما نكثروش فيها. عندنا القزبر حبوب، عندنا ازير، هادو هما الزعتر، هادو هما يمكننا التوابل اللي نتبلوا بهم هاد الشربات اللي كيكونوا كوقايه للجسم ديالنا وكيساعدوا بشكل كبير في اذابه الدهون وكتخرج حاشاكم في التبول ديالنا.
هنا سيدتي ملي كنعرفوا اللفت كنعرفوا الكروم كنعرفوا بعض الخضر وبعض الفواكه اللي كتكون موسميه، وداك الفواكه دائما اي فاكهه موسميه الا وكنلقاو فيها الفيتامين سي. ميمكنش فاكهه موسميه ما نلقاوش فيها واحد النسبه ديال الفيتامين سي اللي هو كيكون محتاج الجسم ديالنا محتاج ليه كل فصل وفي كل يوم اللي خصنا نكونسوميو، يعني نستهلكوا واحد القدر معين من الفيتامين سي سواء في الفواكه ولا في الخضار ولا في الاسماك. يعني ملي كتكون الوجبات صحيحه، ملي كيكون عندنا عصائر طبيعيه، ملي كيكون عندنا هذا النظام الغذائي معين يعني متشبع بالفيتامينات بالفواكه بالدهنيات يعني البروتينات الطبيعيه، ما كيكونش عندنا مشكل في البشره، لان البشره هي الوجه ديال كيقولوا باب الدار على مولات الدار. كتعكس يعني شنو كاين في الجسم، شنو كاين شنو كاين لداخل الشعر يعني فعلا. يعني واش الى استفدنا من الماكولات اللي كناكلوا المواد الغذائيه والوجبات كنا محافظين على الصحه ديالنا، فهادشي كينعكس ايجابا على البشره بالفعل. وعلى الشعر اكيد. مازال مواصلين برفقتك خبيره الشعر والتجميل حوريه شويخ، دائما كنتكلموا حول جفاف البشره وكيفاش نحميوا البشره ديالنا من هذا الجفاف ومن هذه النشوفيه. غادي نوقفوا مع فاصل ونرجعوا باش حوريه شويخ مشكوره جدا تقدم لنا اهم الماسكات والاقنعه والوصفات الطبيعيه والزيوت المناسبه لترطيب البشره وتفاف فادي هذيك النشوفيه ولا الجفاف، وفرصه على اننا نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه على 0522 88 00 60 61 62. دائما رفقات خبيره الشعر والتجميل حوريه شويخ دائما كنتكلموا على جفاف البشره ولا النشوفيه ديال البشره. غادي نجاوبوا على الطلبات ديال المستمعات ونرجعوا باش تقدمي لنا وصفات. فكاين مستمعه سكينه من تمره كتقول لك هي كان عندها مشكل ديال فقر الدم والحمد لله تعالجت منه، ولكن الشعر ديالها يعني كيطيح كيتساقط بزاف، ومن جهه اخرى بغات يعني غسول منظف للفم. بالنسبه لفقر الدم وباقي عندها تساقط ديال الشعر، لكن توقفت الدواء في واحد الوقت يعني شهر شهرين، راه مازال يطيح الشعر وغادي يخلف ان شاء الله الا تعالجت بصفه نهائيه من فقر الدم. ودائما فقر الدم اللي مرت من فقر الدم تحاول تنظم التغذيه ديالها وتبقى دائما دير بالها بان راه عندها فقر الدم، ماشي زعما عندها فقر الدم، توجد دائما يعني العصائر اللي تحمي نفسها كوقايه لان داز من ديك المرحله ديال فقر الدم. وبالنسبه للشعر تحاول تاخذ غير الزعتر والماء ديال البصله، دير مثلا ما ديال البصله تاخذ منه 3 المعالق وتكب عليهم 3 المعالق ديال المورد، ودير معلقه ديال الزعتر صغيره وديرو كبخاخ للشعر ديالها. بالنسبه للغسول ديال الفم، اي نوع اي مشكل عندك في اللثه ديالك ولا في الا كانت الرائحه كريهه في الفم، وهذه كتكون رائحه كريهه الا كانت عندك فقط كتحس بها بالفم ديالك ما خرجاش من الجهاز الهضمي، ما يكونش عندك مشكل في الجهاز الهضمي، لان الفم الا خدينا غير زيت العود، خدينا واحد الكميه ديال زيت العود درنا فيه الملح البلديه، درنا فيه شويه ديال القرنفل، شويه ديال القرفه، ودرنا فواحد القرعه ديال الزاج، وخلينا هاد القرعه كل ما كناكلو ولا كنغسلو الفم ديالنا نحاول نشلو شويه ديال هاد الزيت اللي فيه هاد المكونات هادي كل نهار قبل ما ننعسو مده 5 دقائق، وحنا كنديرو واحد جهد معلقه ولا جوج معالق في الفم ديالنا هاد الزيت اللي متشبع بالقرنفل والملح البلديه والقرفه، كنبقاو نشلو حتى كنحسو بداك الزيت ولات في الفم ديالنا بحال الماء. من بعد نرميو نلوحو داك الشيء من الفم ديالنا صافي، ونعسو ونتعودوا على هذه العمليه هذه لانها رائعه. بالنسبه للناس اللي كان عندها مشكل في اللثه، يمكن لا تاخذ غير قشر الرمان، تاخذ معلقه ديال قشر الرمان، هذه رائعه للثه ديال الفم لان كتخلي ديك اللون للفم وحتى ديك الرائحه ما كتبقاش، حتى الا كان داك السيل ديال الدم ما كيبقاش. دابا تبارك الله الرمان متوفر نستغلوه، ناخذ معلقه ديال الرمان مطحون وراس معلقه ديال الملح البلديه، وكناخذوا تقريبا واحد معلقه ديال الزعتر صغيره، معلقه ديال الزعتر والملحه والقشر الرمان، كنخلطوهم شويه بحال الشكل ديال الكريمه، وملي كنجيو نعسو في الليل كنهزو الصباع ديالنا وكندهنو اللثه ديالنا بهذا المكون ونعسو، لانها رائعه للاسنان وكذلك للمشكل اللي كان عندك اللثه كتعاني ماشي مشكل. هذه طريقه صحيحه، ولكن الا كان عندك مشكل ديال سيلان الدم كل ما كديري هذه العمليه هذه من الاحسن تشوف طبيب ديال الاسنان وتاكد من سلامه ديال الاسنان ديالك. واخا. المستمعه خديجه طلحام مقيمه باسبانيا كنوجه لها تحيه كبيره مستمعه وفيه جدا البرنامج. الله يخليك سولي الخبيره ديال التجميل حوريه شويخ، انا مقبله ان شاء الله على الولاده، واذا ممكن تنصحيني فيما كيخص الماكولات ولا المشروبات اللي ممكن تساعدني في استعاده الحيويه للبشره والشعر وتعطيني واحد الطاقه للجسم. والله يخليكم ما دعيو معايا. الله يمتعك بالسلامه ان شاء الله، وكمل في الصوره المولود باذن الله ولا المولوده ان شاء الله. ان شاء الله الله يكمل عليها بخير وتولد ان شاء الله في الصحه والعافيه.
بالنسبه للماكله حنا كنعرفوا المراه الحامل المهم هذه كتكون متبعه عند الطبيب ديالها وعندها المسائل ديالها متبعه الدواء ديالها. غير انا ننصح دائما اهم حاجه في هذا الوقت هذا ديال الولاده تاخذي الحوت وتاخذي العصائر الطبيعيه، تاخذي الخيار، تاخذي الباربه، تاخذي عصير ديال التفاح مع الباربه، تاخذي الخس مع الباربه، ودائما اي عصير ديري فيه معلقه ديال القرقع مطحون، لان هذه عصائر مغذيه لك وللجنين ديالك، وحتى الولاده ما كتكونش عندك مستعصيه، يعني كيسهل الله في الولاده. ودائما التمر فعلا التمر الزبيب مهم، لان الزبيب فيه واحد النسبه عاليه ديال الحمض الفوليك اللي كيكون مهم للمراه وكذلك للطفل. وكناخذوا القرقع تكون مره دير واحد الجبانيه ديال الفواكه الجافه قدامها، تاخذها تشرب الماء بكثره، وتحاول ملي يدخل الشهر ديالها تمشى، يعني كل ما تمشات مزيان الشهر التاسع، يعني السيمانه الاولى السيمانه الثانيه توجد راسها للولاده، دير حمامات للقدمين ديالها، وخاصه الخزامه كتساعد في الولاده عن تجربه، يعني حتى كتساعد في الولاده بواحد الشكل كبير. تاخذ يترو ديال الماء ودير فيه جوج معالق ديال الخزامه حتى ثلاثه المعالق كبار ديال الخزامه، ومره دير رجلات ديالها في داك الماء، كل ما تجي تنعس وتمسح رجلها وتنعس، وتكثر من الماكله المزيان، يعني تتجنب كل العصائر والمشروبات المصنعه كلها. دير عصائر مره الباربه مره هكا، يعني خيزو ليمون زبيب، تشتغل الفواكه الموسميه. وبالنسبه لحدا مثلا الشعر ديالها مثلا شنو ممكن دير؟ مثلا دير غير بخاخات، دابا ما دير حتى حاجه من غير دير بخاخ، دير شويه ديال البابون، شويه ديال الزعتر، القشور ديال الخيار، القشور ديال الدنجال، ديروا فواحد القرعه زيوت، اي زيت ديرها نباتيه، زيت كوكو، دير زيت الكوك، زيت غيريه، تجنب الزيوت المصنعه ولا تخدم شي مكان غير اللي فيه مواد حافظه، من الاحسن ما تستعملوش. الا ما عندهاش تكتفي بزيت العود، والزيت البلدي راه كافيه باش ترطب البشره ديالها، وديروا بالليل وفي الصباح تغسل الوجه ديالها عادي، ودير واقي الشمسي ديالها. اذا غادي نمشيو الاول قناع اللي كتقترحي على المستمعات للحد من هذيك النشوفيه او الجفاف ديال البشره والترطيب ديالها. احسن حاجه دابا نستغلو في هذا الفصل هذا ناخذ غير الزبيب والتمر. الا خدينا ثلاثه المعالق ديال الزبيب ولا اربعه التمرات حتى خمسه التمرات، كنسلقوهم في شويه ديال الماء، يعني داك ثلاثه المعالق ولا اربعه المعالق ديال الماء كيتسهدوا مزيان، كنطحنوهم حتى كنحصلوا على واحد الشكل ديال الكريمه. هذاك الاضافات اللي كنضيفو، كنضيفو صفار بيضه بلديه ومعلقه ديال العسل الحر، هذا قناع فعال كيساعدنا في ترطيب البشره، وكذلك ضد التجاعيد كيسدنا ديك الخطوط الرقيقه اللي كتكون خاصه تحت العين. بالنسبه للقناع اخر يمكن لا تاخذ تفاح، تاخذ تعصر تفاحه، تاخذ غير الماء ديالها ودير معها جوج معالق ديال زيت العود ومعلقه ديال دقيق الفول ومعلقه ديال اما الا كانت زيت، الا ما كانش عندها الزيوت يعني زيت العود ولا زيت ارغان ولا زيت اللوز، يمكن لها دير زيت الكوك الا كان عندها. هذا قناع حتى هو مرطب وفعال. بالنسبه للشربات اللي كنركز عليهم ودائما كيكون عندهم واحد الدور فعال في العلاج ديال اي مشكل ديال البشره ديالنا، هذا طبعا اللي ما كيكونش عندنا شي مشكل يعني ديال المرض، كناخذوا الدنجال دابا راه موجود، كناخذوا جوج دنجالات وربعه ديال اللفت وربعه ديال الكرنب. هاد الشوربه كنصح بها الناس اللي كيعانيوا من السمنه في هذا الفصل هذا وكيبغيو ينقصوا في الوزن، هذه الشوربه كتنقص الوزن بطريقه طبيعيه وبدون تخوف تشربها السيده، يعني في الفطور وفي الغداء وفي العشاء. هي باش كنسموها بازير والقصبور الحبوب. هذه شوربه فعاله يمكن للسيده تتعشى بها بالليل وتستمر في الاستعمال ديالها واحد الاسبوع ولا اسبوعين وغتلاحظ الفرق، حتى الكرش ما كتبقاش. بالنسبه للقناع الاخر اللي يمكن لي ننصح به دابا، راه الهنديه راه قريبه تسالى، غناخذوا واحد الحبه ديال الهنديه كنطحنوها. الاضافات اللي كنضيفوا لها صفار بيضه بلديه ومعلقه ديال العسل الحر ومعلقه ديال الشوفان، معلقه ديال العسل الحر ومعلقه ديال الشوفان، صفار بيضه بلديه والهنديه كناخذوا داك اللي طايبه كتطحن مزيان وكنخلطوا هذا القناع. واي قناع قبل ما نوضعوه على الوجه ديالنا دائما نرشوا بالماء ورد هو الاول ونمسحوا بالقطن ونكونوا ناعسين على الظهر ديالنا وكنديروا هذا القناع نخليوه 20 دقيقه. والقناع باش كيكون عندنا كيعطي نتيجه اللي كنحسوا به واحد 20 دقيقه وحسنا به بدا كيدير المفعول ديالو كنحاولوا نحيدوه بحركه دائريه بحال اللي كنديروا تقشير، يعني كندير واحد التقشير طبيعي بحركه خفيفه، ومن بعد كنغسلوا الوجه ديالنا. ودائما الماء يكون عندنا في الثلاجه، شنو فيه داك الماء؟ فيه ربطه ديال المعدنوس ولا اي فاكهه عندنا قطعناها وكبينا عليها الماء سخون وخليناها في الثلاجه، وهي اللي كنغسلوا بها الوجه ديالنا بالليل ونعسوا. هذه العمليه وطريقه صحيحه باش نتجنبوا سواء الدهنيات على البشره ولا جفاف البشره، خاصه في هذا الفصل. والناس اللي عندهم البشره جافه يبتعدوا على المدفئات من الاحسن، حتى وإلا كانت يعني مصرة باش تشعل المدفأة في الدار تحاول دير واحد السطل ديال الماء ودير فيه بعض النوع ديال الأعشاب، إما الورد البلدي، إما دير فيه الخزامة، إما دير وتخلي في حدا المدفأة
باش بعدا ملي كيدخل البيت كيكون واحد كاينه واحد البخار اللي كيدور في الغرفه ما كيعطيش كيكون الفعاليه ديالو جيده على البشره ديالنا. جوج تساؤلات. التساؤل الاول ديال المستمعه، كنشكرك بزاف على كل يعني الوصفات اللي كتقدمي وكتستافد منهم باستمرار وكتجربهم وكتشكرك بزاف حوريه. هي سؤالات على النشوفيه ديال البشره، البنان ولا فوكا، بغات ديرهم كقناع البشره ديالها والشعر، ما عرفاتش واش ديرهم غير بوحدهم ولا ممكن انه تزيد شي اضافه اللي غادي تساعدها اكثر. دير اضافات بحال دابا بالنسبه للشعر، يمكن لا دير بنان، الا دارت بنانه دير نص بنانه، دير مع معلقه ديال العسل الحر، ثلاثه د المعالق حتى اربعه د المعالق ديال زيت العود، تخلطوا مزيان ويديروا من الشعر كمرطب، وثانيا ما كيخليوش داك النشوفيه ديال الشعر. نفس كذلك لافوكا، الا ما عندهاش البنان دير لافوكا ودير نفس المكونات اللي كاينين. بالنسبه لافوكا، داك العظم ديال لافوكا على داك لافوكا نستغلوه، يعني ملي كتكون باقا خضراء كنحكوه، وملي كنحكو كنحكو العظم هذا ديك العظم ديال لافوكا كنحكوه وكنقطرو فيه واحد شويه ديال الحمص باش ما كيكحلش، وداك العظم اللي كيتحك كنضيفو معاه معلقه ديال العسل الحر واربعه د المعالق ديال عصير البرتقال، معلقه ديال العسل الحر واربعه د المعالق ديال عصير البرتقال، كنخلطوا هذا المكون كنديروه للشعر ديالنا، رائع لفروه الشعر، وخاصه ملي كتكون فيها النشوفيه وفيها واحد النوع ديال الحكه، يعني ملي كتغسل السيده كتلقى ديك الحكه على الشعر ديالها. هذا القناع ديرو قبل ما تمشي للحمام، تخليه واحد 20 دقيقه ومن بعد كتغسل الشعر ديالها عادي. بالنسبه للغسول، يمكن لا تاخذ العظم ديال لافوكا كيتحك كذلك، وكدير جوج معالق ديال الغسول ولا ثلاثه المعالق ديال الغسول مع المعلقه ديال العظم ديال لافوكا اللي طحنات، وكنضيفوا معاه المورد اللي كيرطب لنا هاد المكونات، وملي كنمشيو للحمام نغسلو كندهنوا الشعر ديالها بهذا المكون، نخليوها 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا عادي. وننصح السيدات اي قناع طبيعي دارتو تحاول ما امكن تبعو بشامبوان طبيعي باش كتكون مفعول جيد والنتيجه جد جد فعاله. يعني الشامبوان شنو هو؟ اي مكون عندك في الدار، يعني الزعتر، ازير، ورد البلدي، البابونج، كنديروا منه كميه ديال نص كاس، كنضيفوا معاه جوج معالق ديال جوج كيسان ديال الماء طايب، كنخليوه حتى كيطلق مزيان، ومن بعد كنضيفوا جوج معالق ديال شامبوان الاطفال، لان شامبوان الاطفال كنعرفوا حنا المواد الحافظه كتكون فيه يعني بواحد النسبه معقوله وناقصه. حنا الشعر شنو محتاج؟ محتاج فقط نحيدوا داك الغبار وداك اللي كتكون لاصقه في الشعر، وكذلك كيساعدنا باش يدير لنا واحد الرغوه كنحيدوا الدهون اللي كانت زائده، وكذلك بعض الشوائب اللي كتكون على فروه الشعر. هذا هو المفعول ديال الشامبوان. كذلك مستمعه كتسول، وانه دائما كنسمعكم كتهضروا على الروز والفوائد ديالو، الله يخليكم، بغيت وصفات بالروز يعني للشعر والبشره. حنا كنعرفوا الدول الاسيويه كلها الماكولات ديالها بالروز، كيعتمدوا على الروز، على الروز ديالهم، والماسكات وحنا كنشوفوا البشره ديالهم كيفاش دايره والشعر ديالهم كيفاش داير. الروز حنا كنستغلوه وكنستعملوه بزاف ديال الحويجات. الا طيبتي سيداتي غير الروز هذاك المهرس وطيبتيه في شتي ديك الرغوه اللي كيطلق يعني كيولي بحال الحليب، كنحاولوا نصفيوها كنخليوها في واحد الكاس، والروز كنديروه في كنديروه في الشلايض، كنديروه في الوصف يعني في بعض الاطباق. بالنسبه لديك الماء، هذاك الماء نديروه للشعر ونديروه للبشره ديالنا. الماء كناخذوا في الماء ثلاثه المعالق ديال الماء ديال الروز ومعلقه صغيره ديال الحليب غبره، كندهنوا به البشره ديالنا والعنق ديالنا واليدين ديالنا، وكنخليوه حتى كنحسوا بابدا كينشف، ومن بعد كندهنوا رؤوس الاصابع بالزيت، وكنديروا واحد التقشير طبيعي للبشره ديالنا، كيكون التقشير في محله، وفي نفس الوقت كياخذ البشره ديالنا كتاخذ كل المكونات اللي هي في الرز، وكيساعد بشكل كبير في التبييض. بالنسبه للناس اللي كيعانيوا بداك الافرازات الدهنيه على الفروه ديال الشعر، الا خدينا الماء ديال الرز وخدينا منه واحد 5 المعالق حتى 6 المعالق كبار، ومعلقه ديال الزعتر ومعلقه ديال العسل الحر، معلقه ديال الزعتر كبيره مطحونه على اليد ومعلقه ديال العسل الحر مع الماء ديال الروز، كيتخلطوا هاد المكونات كيكون الشعر ديالنا مغسول. ماشي نكونوا غسلنا الشعر ديالنا مثلا، غسلناه اليوم من جينا من الحمام لا غد ليه، كنخلطوا هاد المكون وكنديروا رؤوس الاصابع وكنبقاو نفركوا الفروه ديال الشعر بهذا المكون، ونخليوه واحد ساعه حتى لساعه ونص، ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا. رائع الافرازات الدهنيه اللي كتكون زائده على البشره ديالنا، وحتى التساقط ديال الشعر ما كيبقاش. يمكن نزيد اضافات اخرى بالنسبه للقناع ديال البشره، كناخذوا ثلاثه المعالق ديال الرز، بعد ما طيبنا الرز خدينا منه ثلاثه المعالق، ضفنا معاه صفار بيضه بلديه، ضفنا معاه معلقه ديال العسل الحر، وضفنا معاه معلقه ديال دقيق اللوز ولا القرقع.
هذا قناع مبيض وضد التجاعيد. والسيده الا دارته ثلاثه المرات اربعه المرات في الاسبوع يعني مده شهر كتعطي واحد اللمعه للبشره ديالها حتى داك التجاعيد ما كيبقاوش. هذا قناع مجرب من عند المستمعات واللي هذا هو القناع المفضل اللي ولا عندهم دابا. إلا سمحت حرية بالنسبة للروز، حنا كنتكلموا على نيت اليوم مثلا ذكرنا وصفات منه، كيف قلتي بحال دابا الروز سلقناه مزيان حتى طلق داك النشاط ديالو واستعملناه مثلا في الأكل وبقى لنا مثلا واحد الكمية ديال الروز اللي هو معجن فيه النشاط ديالو، كيفاش ممكن مثلا أننا نديرو على الشعر ديالنا كوصفة؟ نطحنوه ساهل، كناخدو واحد الكمية كنديرو في الخلاط الكهربائي كنطحنوه مع بيضة كاملة يعني بيض بيضة بلدية وصفر، كي تطحن كله كنحصلو على واحد الكريمة. الإضافات اللي كنضيفو دائما كنضيفو العسل الحر، هذا قناع كريمه كنديروا بها الشعر ديالنا مرطبه، وكذلك المشكل ديال الحكه اللي ذكرت في البدايه ديال الحصه. واخا اذا مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. لقانا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج لمولاتي وبحضور خبيرة الشعر والتجميل حرية شويخ. اليوم كنتكلموا على جفاف ونشوفية ديال البشرة ومشكورة جدا قدمت لنا أهم نصائح تجميلية والوصفات والأقنعة، ومازالين غادي نكملوا إن شاء الله في الوصفات. قبل المستمعة كتسولك الله يخليك عفاك، بغيت نعرف من حرية، أنا يعني كيطيح لي الشعر ديالي وكندير ليه البصلة يعني كطيب مع الماء حتى كتنزل ومن بعد كنصفيها، وهذاك الماء ديال البصله هو اللي كندير لشعري كامل، فهي كتسول واش يعني هذه الوصفه مزيانه ولا خاصها تزيد شي اضافه؟ مزيانه، ممكن لا دير ازير ولا دير زعتر معلقه مع البصله مليت ولا الثومه يعني دير البصله يا الثومه يا اليزير يا الزعتر مع هذيك البصله باش تستفاد مزيان وتكون نتيجه احسن. واخا معنا اول مكالمه فاطمه زهره من فاس. الو فاطمه زهره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه زهره، مرحبا. الله يبارك فيك، كنشكر الدكتوره اللي معاك. لا خبيره ديال الشعر والتجميل، ماشي دكتوره، خبيره. دكتوره تكون حاضره معنا غدا ان شاء الله، مرحبا. ما كاين حتى مشكل، تفضلي. اول مشاركه في ما كاين حتى مشكل، الف مرحبا، تفضلي. اخيتي انا الشعر ديالي كيطيح بزاف. اييه كيتساقط واخا. كيتساقط بزاف، ما عرفتش شنو غندير. واخا شحال في العمر ديالك يا لاله؟ 35. ما عمرك مرتي ما عندك ما كداويش على شي مرض ولا؟ لا عندي الهرمونات ضعاف. هكاك، والعادة الشهرية كتجيك مزيانة؟ لا. فوالا، دونك عندك مشكل، متبعة عند الطبيب ديالك؟ كنت متبعة ولكن صافي قنعت، ما بغاش يتقادوا لي الهرمونات مزيان. لا ما خصك تكوني قوية، أي حاجة عندها علاج ما تخافيش. ماشي انك مثل الطبيب درتي الدواء وما لا، خصك انت دابا انت خصك داوي راسك، خصك تكوني قويه، والعامل النفسي راه كيلعب الدور احسن من الدواء. الا قلتي بان خصك تقوي راسك، واي حاجه درتيها دير بالك بانك بها غادي تبراي. ما تيأسش لا ما تيأس، لان الحياه في امل، اللي كتشبتي بالامل والاراده راه كتوصلي للنتيجه، ما تخافي والو. الله سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواء. شكرا. قوي راسك وخذي النمره ديالي من رقم ديالي ان شاء الله، وتواصلي معايا، وهاد ان شاء الله غادي نعطيك شي حاجه اللي غتستافدي منها باذن الله. شكرا دكتوره. خذي الرقم ديالي. الرقم ديال الدكتور قريب، الله يجزيكم بخير. يلا خليك معنا، رجعك للسطوندا، خليك معنا فاطمه زهره، شكرا على تواصلك معنا من فاس. دابا على ذكر السيده اللي اتصلت بنا، دابا هنا كنعرفوا بان العامل النفسي كيلعب الدور. السيده عندها تساقط الشعر، مشات عند الطبيب في المثال، خدات واحد الدواء كان عليها ترجع عند الطبيب عاوتاني، والطبيب غادي يمشي معها دقه حتى توصل النتيجة مع التغذيه السليمه. هي كان عليها تمشي عند الطبيب، وفي نفس الوقت تمشي عند الاختصاصي ديال التغذيه، كيعطيك واحد الغذاء معين يعني كتبعه، وان شاء الله من عندنا حنا وصفه طبيعيه، وغادي توصلي النتيجه اللي بغيتي. دابا حاولي وقفي لاي حاجه كتاخديها، اذا كنتي كتاخدي دقيق الفرس وقفيه، اذا كنتي كتاخدي عصائر مصنعه وقفيها، اكتفي بالاسماك، اكتفي بعصائر طبيعيه، خدي القرقاع، خدي اللوز، ودائما كل ما تجي تنعسي في الليل خدي شويه ديال الزعتر، شويه ديال الازير، ديري واحد الكويس ديال هذا المحلول يكون عندك كمحلول يومي، وخاصه الا تبعتي مرد الدوش والسلميه، يعني معلقه وريقه ديال السلميه كيديروا التوازن ديال الهرمونات في الجسم فعلا. وحاولي تاخدي الخروب، كنصح به الناس الخروب ديريه في الشربات ديالك، يعني الخروب يكون عندك مطحون في الدار، ديري شوربه فيها القرعه الحمراء، القرعه الخضراء، الخيزو، هادو ثلاثه ديال الحويجات، وملي طيب ضيفي لها جوج معالق ديال الخروب، وهي يكون العشاء ديالك اليومي مع شويه ديال الشريحه وشويه ديال التمر.
والزبيب ما تحيديهش من جيبك، دائما خدي واحد الكميه اللي قدرتي عليها، جوج معلقات ثلاثه في النهار مزيانين، واتصلي بيا ان شاء الله وانا غادي نساير معك تتوصلي النتيجه اللي بغيتي ان شاء الله. الله. معنا مكالمه اخرى نبيله من ترودانت. الو نبيله. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نبيله من تونات. اييه مرحبا بالناس ديال تونات. بارك الله فيك. مرحبا. لاباس عليك؟ لاباس بارك الله فيك. بغيت نسولك على الشعر كيطيح ليا بزاف. اييه شحال السن ديالك؟ عندي دابا 27. العاده الشهريه كتجيك مزيانه؟ كتجيني شويه كتضرني شويه وليني ماشي بزاف. عمرك ما مشيتي عند الطبيب عبرتي فقر الدم؟ ما عندكش مشكل ديال فقر الدم؟ ما مريضاش؟ ما عندكش مشكل ديال الغده الدرقيه؟ لا ما عندي حتى شي مشكل. دوزتي عند الطبيب؟ دوزت شحال هذا؟ شحال هذه باش دوزت؟ 2015. ايوا راه طولتي شويه. والسن ديالك شحال؟ 27 ياك؟ 27. مجوجه؟ لا. حاولي ديري واحد الاستشاره عند الطبيب ديالك، ديري فقر الدم وراقبي شوفي ال 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 اللي عندك ناقص في الجسم ديالك ومرحبا. حيت شوف الشعر ما يمكنش يطيح غير هكاك. الشعر الا ما كيطيح بزاف واخا كنقطعو كيطيح ليا. ماشي على التقطاع. لا شنو كتاكلي؟ شنو واش كتاكلي مزيان؟ واش كتاخدي الخضار؟ واش كتاخدي الاسماك كثر؟ انا كنت الماكله الطبيعيه ديال العود هكذا، كنكثر ديال العود كنفطرو به حتى هكذا الصباح. الخضره كتاكليها كلها؟ كتشربي الماء مزيان؟ كتمشاي ما كتعصبيش؟ هاد المس كتمشي الصراحه. ها؟ ما كنتمشاش. لا حاولي انا دابا قبل ما تبداي هذا الشيء حاولي تشوفي واحد، ديري استشاره طبيه، ديري فقر الدم، ديري تحليل ديال فقر الدم. انا صغر مني عندها 19 عام هي كيطيح ليها بحال اللي يقولنا الله يستر، بحال خوفتنا نقولوا عندك عيكو فيها شي مرض الخيبه. لا ما كاين والو. شوف ما كاين والو. الانسان كيهضر كيبقى ليها القرعه في راسها. وسيروا انت وياها ديروا غير كيكون مشكل ديال فقر الدم، كيكون مشكل ديال فقر الدم ولا اضطراب في الهرمونات. كتشدو في يدها وكيطيح ليها الراس وكتزيد الربطه ديال الشعر في يديها. ايوا من الاحسن شوفي الطبيب على الله. ما عندك هذا المشكل هذا، لان ملي كيكون تساقط بهذه الحده راه كيكون مشكل في الدم. عندك لوفيغ ناقص في الجسم ديالك ولا شي معدن ماء معين في الجسم. من الاحسن استشاره طبيه. الطب العام وتحاول انه هو يوجهها يعني على حسب. مرحبا بها، اتصل بيا نكمل. لا انا ماشي مشكل. لانه التساقط فيه وفي يعني ملي كيكون تساقط عادي يعني في التغيرات العاديه ما بين الشتاء يعني موسم اخر ديال الصيف يعني عادي كيكون تساقط الشعر، ولكن كيكون كيخلف شعر. لا هادشي اللي بغيت نقول انا، ملي كيولي الواحد يعني الشعر ديالو كيتساقط وكيخليه يعني بحال يعني الصلع الا بغينا نقولوا، فاكيد انه كيكون اما الا ما كانتش شي حاجه صح عضويه كتكون شي حاجه نفسيه، فمن الاحسن الواحد يدير استشاره طبيه وما يبقاش عنده داك التخوف. لا التخوف ما يكونش، يعني علاش انا قلت لهم تساقط الشعر كيكون يعني كيكون موسمي ما كيكونش بزاف، ولا عند المراه الحامل والمراه اللي كترضع والانسان اللي كيدير كيتعالج بالاشعه. لان هادو كنعرفوا عندهم تساقط الشعر، ولكن الانسان عمره مشى عند الطبيب وعنده هذه الحده ديال التساقط وما مزوجاش ما كتاخذش مانع الحمل، هنا من الاحسن لا تمشي تشوفي الطبيب ديالك وتحيد فيها بس. دابا هي جالسه في الدار وكتقول لك لا ربما لا قدر الله يكون سرطان ولا غيره ويبقى فيها الخوف. سرطان لا والو. يعني ذاك الخوف وذاك الشك، مع انه يعني غير مشي عند الطبيب استشاره طبيه خفيفه تلقى ان شاء الله العلاج، تلقى الحل وفي نفس الوقت تحيد الشك ديالها. هذا من جهه. اما في الايام العاديه راه في غالبيه السيدات يعني بزاف السيدات اللي حتى ذاك سوء استخدام المشط اولا كيفاش كيمشطوا الشعر ديالهم. هضرنا على هذا الموضوع هذا فعلا نتكلم عليه شحال مره، لانه حتى هو لانه شحال من سيده اللي كنا كنتكلموا على انه خصها تاخذ مشطه للسنان ديالها عراض، لانه هذوك ملي كينزلوا الشعر كينزل غير ذاك الشعر اللي صافي تالف اللي خصو يتحيد من الشعر، ماشي كنحيدوا الشعره من الجدره ديالها. كاين بعض السيدات اللي مثلا تخلي الشعر ديالها مخبلش يومين ثلاث ايام ولا اربع ايام عاد كدهنو وعاد كتبدا تمشط فيه، وتقدر تمشط غير بالبروسه، فملي كتمشط بالبروسه وكتبدا يعني باش يتحل هذاك الشعر ما يبقاش مخبل، فراه كتجر معاها حتى الزغبه اللي كتكون مزيانه. لا كتغسل وتزير شعرها ولا كتمشط بكثره وعندها التساقط. ايه ولا تغسلو وتمشطو وهو فازك. والشعر فازك تيكون يعني في الاضعف الحالات ديالو تيكون ضعيف بزاف. ضعيف بزاف وخاصه الا كان دهني راه دغيا كيتسال من بلاصتو. دابا كننصحك تشوف الطبيب وان شاء الله وانا غادي نبقى معاك في المواد الطبيعيه حتى توصلي النتيجه اللي بغيتي. واخا. معنا مكالمه من القنيطره. الو ابتسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ابتسام. عافاك بغيت نسول بنيته ديالي في عمرها 12 عام. اييه. وسمعت ان الشعر ديالها قوي ولكن المشكل اللي عندها شويه واقف من الفوق، كيفاش كنمشطوا ليها؟ كيبان سيغتو انها دايره لافرونش. وكتوقف ليها من القدام.
شعره ماشي كرد غير ناشف. لا ما كردش غير ناشف، مع كيوقف بحال كيتشعكك واحد شويه، ومع كتقيل نهار كامل في المدرسه في العشيه كتلقاه كله مشعكك كله واقف من الفوق، ولكن راه ما حرش. انت بالنسبه شحال في العمر ديالها؟ 12 سنه. ديري لها غير الزبده بلديه والعسل الحر، خدي جوج معالق ديال الزبده بلديه، وإلا كان ديال المعيز احسن، ومعلقه ديال العسل الحر، خلطيهم بحال الكريمه، وغديري لهم للشعر ديالها بحال كديري ترطيبه لشعرها. تتجبد خصله بخصله. خصله بخصله، وخليه خليه واحد الساعه ساعتين عاد غسلي لها، ودائما يكون عندك زيت الكوك. زيت الكوكو في حقها بالنسبه للبنيتات الصغار. خير الشعر. الوليدات الصراحه زيت الكوكو. الشعر يكون مازال فازك، ودهن للشعر ديالها، ودائما في الليل تحاول تاخذ الالويفيرا قبل ما تمشي للحمام، تاخذ ديك الماده الهلاميه ديال الالويفيرا، كنحكوها وناخذ الماده الهلاميه. الماده اللي كتكون داخل. كنخلطوها مع زيت العود، وكنبقاو ندلكوا بها الشعر ديالنا قبل ما تمشي للحمام، لان الطريقه صحيحه وكتحيد داك النشوفيه ديال الشعر. واخا معنا ناديه من الرشيديه. الو ناديه. الو السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله ناديه. خير لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك اختي، كنشكرك على هذا البرنامج، كنشكر الخبيره ديالنا. الله يبارك في صحتكم، المهم انكم كتستافدوا. الله يطول عمرك اختي. اختي بتهم النمره نتاعت الخبيره ديالنا، بغيت نهضر معها على جدك. واخا ما كاين حتى مشكله ناديه، خليك معنا وصباحك مبروك، وشكرا لك بزاف على تواصلك معنا. نرجعوك للستاندار عند سميحه، مشكوره جدا، تعطيك رقم الهاتف. ومعنا امينه من اكادير. الو امينه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله امينه. كدايره لسنه؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، مرحبا امينه. كدايره الحريه؟ لاباس بارك الله فيك، الله يطول عمرك. بدي نسولك الله يرحم والديك، عندي انا الجيز ديال صيبتها ديال التمر، كي كنت قلت واحد الخطره وما عرفتش ندير بها. كيفاش لالا؟ عندي الزيت ديال كنتي قلتي واحد الخطره ديال التمر ديال لي زيت العود. اييه. وبقيت دهني بها وما بقيتش عقلت لاش كتصلاح. دهني بها دهني بها شعرك، دهني بها البشره ديالك، ديري بها التدليك، دهني ملي تغسلي دهني الجسم ديالك كله مرطبه. زوينه التجاعيد. مزيانه مخيره التجاعيد. كنت انا صيبتها واحد الخطره سمعت كنت قلتيها وصيبتها وما بقيتش دايما كنصوني باش نسول ما تجيش ديال الخط. ان شاء الله تستعمليها في جميع الحال، دهني دلكي بها البشره ديالك، دلكي بها الشعر ديالك، الجسم ديالك. وحتى القدمين اللي عندك فيها تشققات. زينات القدمين فعلا. على ديك القدمين بالنسبه للناس اللي عندهم تشققات، يمكن لك ديري حمام القدمين بالنخاله وشويه ديال الملحه. دائما الحمام خصو يكون، خاصه الناس اللي عندهم تشققات دير في هذا الفصل كيديروا التقشر، اللهم نستغلوا هذه العمليه هذه. كنديروا حمام القدمين بشويه ديال النخاله الملحه اي عشبه عندنا في الدار حتى كيرطبوا جلنا مزيان، وكنحكوهم بالمحكه ديال الحجر، ومن بعد كندهنوا هذا المكون ديال زيت التمر لانه رائع القدمين. فاطمة الزهراء كتسول، انا كندير الزيت وساندة الوجه ديالي دهني وكيتقشر ليا بزاف، وحتى الشعر ديالي كيطيحوا فيه القشره. عندها 18 سنه. بالنسبه للقشره عندها القشره حتى البشره ديالها ولا غير الشعر؟ لا على الشعر. غالبا الا كان عندها القشره غتكون عندها البشره ديالها ناشفه. هي وهي قالت ان الوجه ديالها دهني وكدير الزيت وسانده. لا ماشي مشكل انها دهني غدير الزيت غادي يضر، لا بالعكس، الزيت البليه راه مخيره للبشره الدهنيه، راه فيها احمر اللي كتمص الدهون الزائده. غير حنا بالنسبه للسنيده يمكن لها تشونجي بالفراره ديال، يعني تغير بالفراره ديال ذاك البقايا ديال القهوه ولا السنيده البنيه، لانك عندها واحد الدور فعال احسن من السنيده العاديه. ولا كنتي الا كانت عندك البشره الدهنيه حاولي ديري الزيت وديري ذاك القهوه وديري معلقه ديال عصير التفاح، عصير التفاح الاخضر، كتاخدي منه كتخلطي هذا المكون وديريه كمقشر، ولكن حاولي ما تضغطيش على البشره ديالك بحركه خفيفه، لان مجرد ما كتحطي هذا المقشر خليه واحد 10 دقائق هو اللي كيرطب راسه هو اللي كيقشر راسه. ملي كتغسلي البشره ديالك راه كتنقى بسهوله بلا ما تضغطي عليها. وبالنسبه للشعر يمكن لك ديرو حتى الشعر الا كان عندك مشكل ديال النشوفيه ديال، الا كانت عندك قشره في شعرك، ولكن القشره الا كانت عندك ناتجه على الجفاف، الا كان الجسم ديالو كله ناشف خصك تعاودي تصحي التغذيه ديالك وتشربي الماء. والا كان عندك مشكل صحي من الاحسن استشاره طبيه. وبالنسبه للشعر المرطب ديال الشعر خدي غير الماده الهلاميه ديال زريعه الكتان والماء ديال الثومه،
الماده الهلاميه ديال زريعه الكتان، كناخذوا نص كاس ديال زريعه الكتان كنطيبوه في كاس ديال الماء، ديك الماده الهلاميه كنحكوا فيها جوج دروسه ديال الثومه وبها كنشقوا الشعر ديالنا قبل ما نمشيو للحمام. مستمعه كتسول هي عندها مشكل يعني في السنان ديالها، واخا كتنظفهم بحال فيهم الجير يعني في السنان، واخا كدير ديتاتراج يعني عند طبيب الاسنان، ولكن دائما يعني كدوز واحد المده وكيرجعوا، فبغات شي وصفه باش تحافظ على السنين ديالها. الوصفه اللي عطيت في الاول ديال قشر الرمان وزيت العود تدهن بها اللثه ديالها والسنان، ودير واحد المحلول اللي هو من قشر الرمان والزعتر والملحه، يعني كتاخذ قشر الرمان والزعتر والملحه معلقه معلقه، تكب عليهم كاس ديال الماء طايب، وكل مره تبقى تشلل الفم بهذه المكونات هذو كيحافظوا على السنان، وفي نفس الوقت رائحه طيبه، وفي نفس الوقت كيحيدوا الشوائب الزائده الشوائب وتبييض الاسنان، مهمه لتبييض الاسنان، زيت البلدي راه مبيضه للاسنان. فعلا انا كنا واحد الوصفه عطيناها شحال هذه، وبزاف المستمعات كانوا تكلموا عليها، ديال زيت العود مع الخرقوم البلدي، خرقوم بلدي مطحون للاسنان، الخرقوم البلدي يعني مطحون على اليد، داك العرق مطحون على اليد وكيتخلط مع الزيت البلديه وكيداروا فعلا يعني مزيان للفم، كيعطي واحد اللون زوين. ايه، وفي نفس الوقت يعني كيبيض السنان. والسنان دائما نشلو نديروا المضمضه بزيت العود رائعه للاسنان. واخا نختموا معاك بشربه ولا قناع، شنو غتقدمي لنا؟ نديروا قناع وشربه، ولكن قبل ما نختموا واحد السلام من الاخت نزيهه العشب مدينه فشاون كتسلم عليكم، مرحبا بسلامة متابعين ديال البرنامج، وتحيه ليها من هذا المنبر والعائله ديالها كلها. بالنسبه نختموا بالشربه اللي ذكرت، دائما الدنجر ركزت عليه لانه منقي للجسم وكيصفي الزوائد الدهون الزائده، كناخذوا ربعه ديال الدنجل، هذه شوربه رائعه حتى كذلك، كناخذوا الدنجل ربعه ديال الدنجل وربعه ديال الجزر خيزو والسكوم، السكوم الناس اللي عنده في المناطق يستعملوه، اللي ما عندوش يدير اما البروكولي ولا يدير الكرومب بلاص السكوم، لان يعني السكوم رائع في هذا الفصل هذا. كنديروا هذه المكونات كطيب عاديه في الماء، ومن بعد كنضيفوا مع المعدنوس، من بعد التوابل اللي كنزيدوا في هذه الشوربات، الزعتر، ازير، قزبر حبوب، نسمو به هذه الشوربه هذه، هذه يمكننا نفطروا بها، يمكننا نتغداو بها، يمكننا نتعشاو بها، لان كمكمل غذائي طبيعي ورائع الناس اللي عندهم النشوفيه ديال البشره، والناس اللي عندهم الدهون الزائده في الجسم ديالهم، لان هذه الشوربه هذه تبعوها وراه كتعطي نتيجه فعاله. نختم بالقناع ضد التجاعيد وفعال، كناخذوا معلقه ديال القرقع مطحون، معلقه ديال القرقع مطحون وصفار بيضه بلديه ومعلقه ديال الرايب، الرايب البلدي، نجيبوا الحليب البلدي ونريبوه وناخذوا هذه المعلقه منه، وهذا القناع نخليوه حتى 30 دقيقه على البشره ديالنا، رائع ضد التجاعيد ومرطب للبشره. شكرا لك بزاف خبيره الشعر والتجميل حوريه شويخ على كل هذه النصائح التجميليه والوصفات الطبيعيه اللي قدمتي لنا اليوم. شكرا لكل المستمعات على حسن المتابعه والاستماع للبرنامج لاله مولاتي. غدا ان شاء الله يوم الاربعاء ابتداء من 11 ل 12 فغتكون ضيفه لاله مولاتي الدكتوره ناديه بورحيم، واللي هي طبيبه اخصائيه في علاج امراض السرطان. غادي نركزوا غادي نتكلموا على سرطان عنق الرحم، وغادي نركزوا في نفس الوقت غادي نتكلموا على الوقايه من يعني واهميه التشخيص المبكر للسرطان ديال الثدي، بما انه يعني في شهر اكتوبر هو الشهر الوردي للتحسيس باهميه التشخيص المبكر للوقايه من السرطانات، فغادي نركزوا على سرطان عنق الرحم، وغادي نتكلموا بما انه تكلمنا مع الدكتور عزيز سلامي اخصائي في امراض النساء والتوليد، تكلمنا على كل ما كيتعلق بسرطان الثدي، فبغينا نركزوا على سرطان عنق الرحم الله يعافي الجميع، واكيد على انه اهميه التشخيص المبكر عندها دور كبير في علاج يعني من المرض يعني تقريبا 100% ان شاء الله. إلى عندكم أي تساؤلات طبية تواصلوا معنا غدا في البرنامج، وأكيد على أنه الدكتورة نادية برحيم اللي غتكون حاضرة معنا غادي تجاوب إن شاء الله على كل تساؤلاتكم وتفيدكم، بما أنه هي طبيبة أخصائية في علاج أمراض السرطان. شكرا لكم مستمعينا، لكم تحية وفاء فائز رفقتنا اليوم في الإخراج لمياء البكري وصابر فوندا، في البرمجة الموسيقية سميحة شوبي، في استقبال مكالماتكم الهاتفية. نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.